السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر. مقتل قائد من البوليساريو مقرب من سعيد شنقريها بعد محاولته تخطي الحدود الجزائرية المغربية. إليكم التفاصيل. كشف المصطفى العسري قبل قليل على صفحته الرسمية بتويتر عن مقتل قائد كبير في جبهة البوليساريو الانفصالية وفق مصادر من قلب تندوف. وقال المصطفى العسري أن القائد الذي لقي حتفه مقرب جدا من زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، ومقرب أيضا من قائد أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريها. وأشار المتحدث أن هذا القائد حاول تغطية الحدود الجزائرية المغربية عند قطاع المحبس قبل أن يلقى مصيره. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نصل بكم إلى نهاية الخبر. إلى اللقاء.